السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى كلشي يكون بخير على خير. وعواش مبروكه وتبارك الله عليكم، ومرحبا بكم في واحد العرض ممتاز. ارض ديالو مون بسيطه كما كتشوفوا قدامكم، هي هادي. راه هاد الارض هادي اكثر من 10 سنين الفوق الى تخدمات، وهكذا ومازال تبارك الله شاده. بالنسبه المحافظة محافظة تيتري، بعيدة على القدرون بواحد كيلومتر ولا ما يكملش. بيست عندها بزيانة، والأرض كما كتشوفوها هي هادي اللي قبلتكم. أرض 21 هكتار، محافظة تيتري، دواصل، كلشي قريب. فيها هانتوما غادي نوصلوا لها الارض ديالها، ها انتوما شاده حتى للراس. وهاد الارض هادي كلها ديالها 21 هكتار، في الاقليم ديال صفرو. الثمن فيها 8 المليون الهكتار، ثمن بزيان. هانتوما الارض اللي كتبان لكم اللي ما مزروعاش، كل هادي ديالها اللي ما مخدوماش، 8 المليون الهكتار، ثمن مناسب وثمن مزيان. الارض فلاحيه بحال هادي. وفيها محميه صغيره ديالها ديال الصيد، فيها غابه ديالها داخلة في المحافظة. هانتوما غادي تشوفوها، هي هادي، هادي محمية ديالها غابة. تصيد فيها، دير فيها اللي بغيتي، دير فيها عنزيك، سيبا، أغنام بحال هكدا ترعى فيها للراعي. هاد الارض هادي جات في الاقليم ديال صفرو. ارض زينه مبروكه محفظه، ثمن فيها ثمن مزيان، كل شي فيها. وتحيه لكل متتبعي قناه عقارات واراضي الخير، اللي داخل ارض الوطن واللي خارج ارض الوطن. بالنسبة للأرض هي هذه اللي قدامكم، جات في الإقليم ديال صفرو. المعلومات اللي عندنا عليها هي هذه، الوريقات محفظة، المساحة 21 هكتار، طريق واصلة، المواصل ما بعيداش على القدرون بزاف بواحد الكيلومتر، الضو دايز في وسط منها، والأرض هي هذه هانتوما كتشوفوها. المعلومات اللي عندنا هي هذه على البلاد. اللي بغى يتصل بينا وبغى يشوف البلاد، ها المعلومات اللي عندنا هي هذه اللي عندنا لهاد البلاد. كنقول اللي بغى يجي يشوف الارض مرحبا به، والارض والثمن اللي كتشوفوا هنا راه هو اللي كاين. كاينين شحال ديال الناس ما كيتيقوش في هادشي ديال الانترنيت، وهذا كاين اللي كيدير بلاد، ولا هذا غير باش كيجمع لي في، ولا باش كي يدير بزاف ديال باش يربح من الانترنيت. حنا كنخدمو، القناة ديالنا عندها كتر هادي من 3 سنين، وهي خدامة وديما في الجديد وديما خدامة الحمد لله على المصداقية. وزارونا الناس وشرينا لهم، وكاين اللي شراك اللي مازال كيقلب، الله يسر عليه الأمور.
ومرحبا، وتحية للناس اللي كيوصيونا بحال دابا على الأراضي وعلى هذا. مرة مرة يفكرونا لأن القناة ديالنا خدامة، وكاينين بزاف ديال الناس كيعيطوا، ما غاديش نقدر نعقل على كل شيء. اللي موصيني على شي حاجة مرة مرة عاود يتصل ويفكرني، ولا يصيفط لي ميساج في الواتساب. ومرحبا. وبالنسبة للمعلومات ديال الفيديو اللي عندنا على الأرض، هي هذه اللي كنقولوها، يعني ها انتم كتسمع الفيديو، هذاك الشيء اللي كاين راه هو اللي كاين، بلا ما الا عنده الغرض اللي باغي يشري يجي يشوف الأرض. هذه اللي كنعرفو، ما بحال كيعيط لنا يقول لي عاود شحال فيها من 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 هكتار، شحال الثمن. راه هو هذا الأرض فيها 21 هكتار، المحافظة محفظة بعيدة على القدرون بواحد الكيلومتر تقريبا، ولا ما يكملش. الطريق دايزالها كدوز في الشتا في الصيف، بيست مزيانة، الضو كاين، الما موجود. العمق في هاد البلاصة هادي راه كيبدا غير من 35 متر وهما هابطين. الله ييسر الأمور، وتحية لكل المتتبعين الكرام. بالنسبة للغرس هنا في هاد الاتجاه هذا، كاين اللي دايرين الناس، كاين دايرين البرقوق، كاين اللي دايرين الزيتون، صالحة حتى للخروب. وبالنسبة لهاد الأرض هادي، رعيت علينا واحد السيد عنده حتى هو، قال لي خمسة الهكتارات مزروعة بالزيتون، فيها ثمن مزيان، تاهي تديوها بواحد 7 8 القطار مزيانة. راني مازال غادي نمشي لها وغادي ندير لها واحد الفيديو، ودابا نديروه إن شاء الله في القناة ديالنا قريبا. وعندنا هميزات بزيونين، عندنا هميزات مازال ما دايرينهمش في الانترنت، رخاصين مزيانين على الطريق، كاينين هادوك مازال مزيانين، هادوك نخليهم عاود نخدمو بهم مورا هاد الفيديوهات هادو. تحية اللي بغى يزورنا مرحبا به، غادي يشوف اراضي مزيانة، فاش ما عندو اللي بغى، فاش ما عندو الغراض موجود الخير.